السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا بندعم الشباب من المحاميات والمحامين. التصاقم مع سياسة الدولة وسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الشباب هم مستقبل الوطن ومستقبل نقابة المحامين. نحن كمجلس مهتمون اهتماما شديدا بدعم الزملاء والزميلات الجدد. وهذا المؤتمر هو نواة لمبادرة شباب المحامين المستقبل ديجيتال لو، على أساس إنها نواة لمكتبة المحامي. كل محامي يحتاج إلى مكتب، يحتاج إلى مرجعية، وأنا بعد من إن هيكون في كل جزئية على مستوى الجمهورية مكتبة للاستعارة الداخلية مش الخارجية، استعارة داخل أوض المحامين للاطلاع وأخذ المعلومات وتوفيرا للنفقات. أيضا هناك فلاشة معمولة لبعض القوانين ستدعم الشباب، إن ممكن يحمل على فلاشة بعض القوانين الحديثة. أنا بقول سبحان الله تعالى، يعني بدأنا بسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. رسالتنا بدأت بالعلم، وأنتم حاملي هذه الرسالة، حاملي هذه الرسالة، لأن أنتم أحد ذراعي العدالة. أنتم ذكرتم في الدستور، أنتم الجزء المرافق للسادة القضاة. لا تكتمل المحكمة إلا بحضور محام، والمحام هو الذي يحول القضية، وقد يحول رأي المحكمة، وقد يحول مواد الاتهام، وقد ولنا في المحامين على مر التاريخ من 1912 عظماء، ولما لا ننضم لهذا الركب العظيم؟ لجنة المرأة مع الشباب المحامين عملنا قانون الأحوال الشخصية، أيام القريبة سوف يعلن عن تدشينه، وأيضا عاكفين على قانون المحاماة وتغيير النظام الانتخابي لعودة شباب المحامين ولعودة مقاعدهم الذين حرموا منها. يجب أن ترجع للمحامين مرة أخرى، يجب أن نرجع لنا المقاعد للشباب، لأن صعودك لكرسي الشباب هو تكملة لأن تكون نقيبا أو نقيبة للمحامين. وأنا بشكركم شكرا جزيلا.